مو اي احد عنده الرضا، مو اي احد، مو اي احد يركضون ركض الوحوش وما بيوصلون لشيء اخر شيء. وفي ناس تصير تقول انتم ما بتلاحظون حتى في الطبيعه، انتم ما بتلاحظون يعني اشياء بتصير. مثلا مثلا شخص ما عمره سوى شيء في حياته، تمام، ما بيسوي شيء في حياته، فجاه بيجي بينجح، بينجح فجاه بدون ولا شيء، بيسوي شيء من ولا شيء، من ولا شيء كذا. في الصبح بتلاقي شو هذا، الناس كله يتحدثون عنه، شوفوا اللي كذا، شوفوا انشهر، شوفوا شو هالمحبه اللي نزلت عليه، شو هال والله العظيم وكذا، وليش، وشوفوا كبرته في شخص تافه ولا عنده ولا ذا ولا دارس ولا فاشل وكذا. والناس تجم تجم تجم، ليش؟ لانه هذا الشخص الله اعطاه شيء. انتوا ما بتشوفون، ما بتشوفون هالاشياء، وبتصير انت تقول في نفسك شوف ليش الله عطاه هذا الشيء، الرزق كله ليش الله عطاه؟ الله عطاه لأنه ما بيقول، ما بيقول هذا الشيء اللي جالس أنت تقول ليش وليش. الله عطاه لأنه يمكن هو ما دارس، يمكن هو جاهل، يمكن هو ما ظروفه سيئة، يمكن هو جاي من التراب، جاي كلنا جاي من التراب، يعني جاي ولك دودة، تمام. بس الله رقاه وخلاه شيء سبقك، مهما انت كنت درست وصرت دكتور او مهندس او ما ادري شو، وتعبت وانت تدرس وانت تكافح وانت تروح وتقدم وكذا 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 وتسوي وتقول انا ليش كذا، وشوف هذول جالس عندهم فلوس ما سووا ولا شيء، شوف التفاهة، وانا جالس اسوي واسوي واسوي وما عندي. انت من تناشد، من تناشد لما تقول هذا الشيء، من تناشد انت؟ هل انت لا تعرف انه الارزاق الله اللي بيوزع الرزق؟ هل انت لا تعرف هذا الشيء؟ فليش اعطاه؟ لانه قلبه اصفى من قلبك. الله عارف هذا الشيء، الله عارف هذا الشيء. انت خبيث، انت تركض وبدك توصل وبدك تعمل وتسوي وكذا، بس النية ما لها صافية. انت يجوز نيتك لما توصل تدعوس الناس برجلك، ونيتك اصلا ما تتقبل الناس الناجحة. فما عمركم، ما عمركم تقولون على شخص او تشوفون رزق احد، ما تشوفون رزق على ما، عشان ما احد يشوف لكم رزقكم. ديروا بالكم، الدنيا دوار، الدنيا دواره، اتركوا الخلق للخالق. مهما كان هذا الشخص سيء قدام الكاميرا، يمكن يكون قدام الله نيته صافيه. انت ما ايش دراك، ما دراك انت، ربي ما حطك انك تحكم على الناس. انت مين عشان تحكم على الناس؟ انت روح طور نفسك، خلي نفسك نظيفة، خلي نفسك نظيفة. والله العظيم، والله العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، والله العظيم، انتوا لو كنتوا صافين من جوا، والله العظيم ان الدنيا قدامكم كلها راح تصير سهلة، وحتى السعي للرزق ما رح يكون مرهق مثل ما انت بتشوف. صدقوني، صدقوني. انت مثلا بينك ممكن تجي وتقول للناس انا والله ما عمري سويت لأحد شيء، وانا شخص طيب، بس الدنيا كده سوت لي وكده سوت لي وكده. ممكن تسوي تقول هذا الشيء بالناس، تضحك عليهم، بس هل تقدر تقول هذا الشيء في سجادتك قدام الله، انك ما تسوي شيء ولا اديت شخص؟ ما تقدر، ما تقدر تخبي هذا الشيء، خبيه على الناس، الناس ما راح ترزقك، خبيه الناس ولا راح تنفعك ولا راح تضرك، خليها هذه في بالك.
فخليك طاهر من هون وخليك كيوت وخليك جميل عشان الدنيا تصير جميلة. عبراي طلع قصت لا أنا مو فاتحة بس عشان طلع قصت خلاص دز أمها. أنا فاتحة بس عشان أدردش معكم عشان طفشت عشان أسوي لكم ميك اب هذا الخايس. بالليل بالليل بفتح لكم لايف عشان أسوي لكم قصتات قصتات. حلو الميك اب ماما، شو رأيكم؟ مقتنعين؟ ماشي كتير. انتم مقتنعين؟ ما حسيتكم مقتنعين صح؟ من بداية البت تصبغ بصبغ بصبغة ابوك، ما اخذ الميك اب من جيب فلوس ابوك، يصرف علي جدك، هذا الحق الرموش هذا شاريه لابوك، ها؟ جالسة ماسكة ورث أبوك أشتري بيه الميك اب أنا، يلعن أبو الوجع على أبو اللي نفضك. على أبو اللي أعطاك التليفون. على أبو اللي أعطاك الإنترنت. راضي. ها. ها شوف. ها. ها نكون جالسين ما بينا ما علينا. إلا ويجي تيس ابن تيس يصير يطقع لنا في اللايف. ها هذا طقع وراح سوالنا ريحة قلب لنا الدنيا تمام. ها ايش استفدنا احنا؟ هيا كون جالسين في امان الله ما سوينا شيء. اجا واحد عمل لك في البت وراح. سبحان الله في ناس كذا تجي بس تروح. عجيب 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 الناس عجيب عجيب الناس. يا خذ لك خذ لك اقسم بالله العنب ابو الوجه. بسوني بسوني بس من بعيد.